السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه، ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم إن شاء الله حنتكلم على قائمة المنتخب الوطني الجزائري لوديتي غينيا كوناكري ومنتخب نيجيريا في بين 24 و 27 سبتمبر بإذن الله. المباراة اليوم والقائمة كما يقول اليوم وقع لها جدل كبير عند الجماهير الجزائرية ومواقع التواصل الاجتماعي. نحن لم نريد أن نتكلم أو نشوش من قبل على تحضير قائمة المنتخب الوطني، كانت عندنا معطيات ولكن لم نريد التكلم عنها باش ما يقولوش راكم تشوشوا على المنتخب الوطني وانتم أعداء وهذه كذا الكلام تاع الهيشر. احنا الحمد لله عطينا الاجواء قبل المونديال كل شيء، ولكن النتائج كانت مخيبه للامال. الجماهير الجزائريه بعد الخرجة الاعلاميه للناخب الوطني في شهر جوان وتكلم كثير على الملف الثقيل ومد الاسبوع للجماهير الجزائريه، ومن بعد مد تصريحات قال باللي كاين لاعبين نجوم من مغتربين سيكون جديد قائمة سبتمبر، والجماهير انتظرت كثيرا من أجل أن تسمع القائمة. وكالعادة الجزائر آخر منتخب في العالم يقوم بنشر قائمته، وهذه عادة لجمال بن ماضي، هو حر فيها يدير واش يحب. الجماهير كانت تنتظر في سسبنس كبير، ولكن عندي معلومات بلي ما كانش جديد في القائمه، لانه لو كان جديد كانت الانديه التي يلعب لها هذه النجوم كانت اعلنت في مواقعها او في جرائدها بان لاعب من كذا وكذا سيكون جديد الجزائر. ولكن القائمة خرجت، ننتظر الجدول الصحفي الأحد للناخب الوطني يتكلم ويفسر لماذا ما كانش جديد. احنا عدنا بعض المطايات ولكن لا نريد قولها، نترك الناخب الوطني هو من يتكلم ويوضح للشعب الجزائري. الشعب الجزائري صدم بالقائمة اليوم، شاب لقائمة ما فيهاش جديد، ما فيهاش حاجة جيب الباز، هي عودة صاحب العطلة سنة هو أوندي ديلور. حنعملها حلقة عليها إن شاء الله غدا بعد الندوة الصحفية، حنعمل حلقة على أوندي ديلور ونفسر كل المعطيات. وعودة نبيل بن طالب بعد حوالي 4 سنوات من غياب، بعد آخر مباراة هو وأليبوك هو لاعب اللي يلعب في القطر تاع ليون، نسيتو يا ربي استغفر الله، بالفضيل. من بعد بالفضيل رجع قبل ودي مباراه البراج تاع الكاميرون. هو بن طالب رجع بعد هزيمه البنين، انا كنت حاضر في البنين في كوتونو وشفت المباراه من الملعب، وانهزمنا به 1-0 ضد المنتخب البنيني. القائمه كانت مدهشة، غياب أو إقصاء مبولحي لا نعرف إذا كان نهاية مبولحي مع المنتخب الوطني، لأنه للأسف أمضى في نادي في القسم الثاني. هل بالماضي سيعتمد على مبولحي في قادم أي في قادم مباريات، أو ينتظر يلعب مباريات ويستدعيه مع أنه يلعب في الدرجة الثانية السعودية؟ حنتكلم على القائمة، القائمة راهي واضحة وضوح الشمس كما يقال، حنتكلم عليها الآن. نتكلم في حراسة المرمى، عودة أوكيجا، عودة أوكيجا، هل عودة أوكيجا ستكون لها صدى للمنتخب؟ أوكيجا يلعب في القسم الثاني، ناديه سقط إلى القسم الثاني. اللاعب أندريا ثاني أمضى مع نادي كان في القسم الثاني، حارسين
يلعبان في القسم الثاني. تمنيت يكون غايا مرباح. عندنا حراس مرمى في الجزائر، ولكن الناخب الوطني ما لبناش ان هذا اوكيجا او اندريا يلعبوا في القسم الثاني الفرنسي ويلعبوا في المنتخب الجزائري اللي كان الناس حسبته منتخب عالمي. ثاني شفنا القائمة، الحارس زغبة، الحارس زغبة يستحق، حارس خلوق، نتمنى له كما يقولوا يكون في المستوى بإذن الله. الحارس كاين في القائمة كما شفنا اليوم، يوجد أيضا في الدفاع. نتكلم عن الغيابات، هي عدم استدعاء الحارس مبولحي وفغول لأنه بدون نادي. ياسين إبراهيمي لم يستدعى، نقطة إسبهان ياسين إبراهيمي راه في أحسن أحواله، حنعمل عليه حلقة ونفسر ما هو سبب الماضي عدم الاعتماد عليه. بغداد بنجاح، هل انتهت قصته مع الجزائر؟ وبالعمري اللي يلعب في البطولة السعودية، لماذا هل انتهت قصته؟ غديورا نهاية، نهاية نورمو غديورا سيفيني. بالعمري وبنجاح حسب المصادر عندنا، لأنهم هم لم يتقبلوا استدعاء أندي ديرور، لأن بالعمري قام بالمستحيل وساند بالماضي كثيرا في قضية أندي ديرور، قام بتصريحات قوية. حنتكلم على قضية ديرور وما هي ستجيب انعكاسات على المنتخب الوطني الجزائري. قلنا عودة ديرور وبنطالب الحارس أوكيجا، استدعاء لأول مرة الوسط الميدان ميريزاك، وسط الميدان ميريزاك استدعي لأول مرة، وهذا ما يدل على أن المنتخب الوطني التشكيلة التي قام باستدعائها تشكيلة جد عادية وعادية جدا. ولماذا الشعب ما تقبلهاش؟ لأن تمنوا هادلي وكي عوار رايان كانت نيس اللي راح لران قويري، خاصة بعد شفنا المنتخب السنغالي قام باستدعاء 7 لاعبين بيبيت و ولكن في الجزائر ما نعرف سبب عدم استدعاء هاد اللاعبين. نشوف السنغال بلد فقير جدا وما عندوش الامكانيات الجزائريه، وكل مره يجيب دي بي بي تاع الاوروب وحنا ما نقدروش نجيبهم. هل كاين مشكل في الاتحاد الجزائري بقياده جاريه عصابه موسى؟ خاصه الشعب البارح انتظر بعد التصريح تاع الجاريه في الاذاعه الوطنيه جاريه زفزاف، قال بلي الماضي هو اللي غادي يلعب القائمه الجديده واللاعب الجدد. الناس حسبت صح كاين، ولكن كلهم يتاجرون بمواقع التواصل الاجتماعي رفقة بعض الصفحات تاعهم. ولكن نحن نقول للمسيء أسأت ونقول للمحسن أحسن، هذه القائمة كما يقولوا قائمة جد عادية. كاين بوداوي، ميريزاك هل استدعاه بسبب تصريح بن شيخ في آخر حصة بالمكشوف قال بلي ماشي يجيب لي جوة تاع الجزائر من أجل إسكات بن شيخ؟ هل استدعاء لاعبي الخليج والبطوله التونسيه والمغربيه بن عياده هل عندها بليس المنتخب الوطني؟ بل بني ان التشكيله هذه تشكيله جد عاديه عاديه جدا. نشوف القائمه، حراسه المرمى اوكيجا، مصطفى زغبه، انطوني، ماندريا. الدفاع طوغاي لاعب الترجي التونسي، ما عنده مستقبل هذا اللاعب، ان شاء الله يروح لنادي اوروبي. بدران يلعب في السعودية، شفناه في كأس افريقيا بالكاميرون، شفناه في مباراتين الفاصلتين. بدران نقطة استفهام. بدران طوبة، نفتخر بطوبة، كان محقور. بن سبعيني بدون نقاش لاعب 100%. عطال مصاب، يلعب مصاب. بن عيادة زداتكا اللي احنا كنا من المطالبين باستدعائه والحمد لله بدا يستدعى مرة ثانية. عيسى ماندي في الاحتياط،
في فيلاريال. وسط الميدان زورجان لاعب شارلوروا، بن ناصر باتكاسون، قام بن طالب. هل بن طالب مازال له لونفي بعد غياب ل4 سنوات وكان حاب يشارك في المباراه الفاصلتين ضد الكاميرون ولكن لم يستدعيه منكم؟ نحن طالبنا كثيرا وجاب لنا الكهف تاع غديورا. ميليزاك شاب من شباب الوزداد، كان بطل العرب، نتمنى الشاب هذا يكون عنده خبرة إفريقية مع شباب الوزداد، نتمنى من الإضافة، ولما لا يكون لاعب أساسي. بوداوي وزروقي، بوداوي نيس بارادو ما كانش مشكل، والبشار حبيبنا يستاهل. زروقي نقطة الاستفهام، لاعب محدود ولكن معشوق بعض الصحفيين ومعشوق الناخب الوطني، ولكن لم يقدم الإضافة أبدا للجزائر، إضافة دارها مع جيبوتي والنيجر والكسوالة. الهجوم بلايلي، هنا روحوا البلايلي وابراهيمي. هل ابراهيمي لو كان بلايلي يلعب في قطر يعيط له؟ يعيط له، ولكن ابراهيمي من يروح حساب ابراهيمي؟ بلايلي لاعب تاع فريق وطني، هو اللي سلك السلكين. رياض محرز ان شاء الله رجوع تاعه يكون ايجابي، ويكون الاشاعات اللي كانت تقول بلي غادي يعتزل غادي يجي ان شاء الله ويدير مباراه جميله. ادم الناس لاعب اللي ما عندوش حظ، هو اللي نحبه بزاف هذا اللاعب. ابراهيمي لاعب نيس لم يقدم الكثير، دوك نعطيكم الاحصائيه تاع سليماني ديلور وعمورة. هل ديلور وعمورة قصه طويله؟ نروحوا لابراهيمي، نروحوا للاعب ابراهيمي. نروحوا عندي واحد التقرير، عدم استدعاء ياسين ابراهيم صح، خلينا نقاط تاع ابراهيمي. ابراهيمي جاء الى الجزائر بمباراة واحد لعبها اساسي، وب كما يقولوا تنقيط ضعيف، ما فهمناش. بلال ابراهيمي يصل الى تربص الجزائر بتنقيط وبمعدل تهديفي سيء، حيث لعب صاحب 22 سنه مباراه واحده فقط كاساسي، 4 كاحتياطي مع نيس، لم يسجل اي هدف وقدم تمريره حاسمه واحده فقط. نيس الله اعلم، القرار سيتخذه الناخب الوطني، نشوفه في قادم الايام باذن الله. سيكون لنا فيديو اخر بعد الندوه الصحفيه للناخب الوطني، واليوم في السهره نزيد لكم فيديو ان شاء الله اذا قدرنا الوقت على قضيه ياسين ابراهيمي باذن الله. تحيه لكم خوتي مونتي ديفالاجيلي، والسلام عليكم.